السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنخصصها لمناقشه ردود الافعال الدوليه حول تقرير فريق لجنه الخبراء التابع للامم المتحده بشان الاوضاع في اليمن. جددت الولايات المتحده الامريكيه مطالبتها لمجلس الامن الدولي باتخاذ اجراءات ضد ايران بسبب تزويد الحوثيين باسلحه في اليمن. جاء ذلك بعد تقرير لجنة التقرير لخبراء الأمم المتحدة أكد انتهاك إيران لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 بشأن حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن. في الوقت نفسه اتهم تقرير فريق الخبراء التحالف العربي اتهمه باستخدام التهديد بالتجويع كأداة للحرب في اليمن، فيما نقلت وكالة رويترز أن مجلس الأمن الدولي يبحث اقتراحا بريطانيا للإشادة بالسعودية والإمارات لتعهدهما بتقديم نحو مليار دولار لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل أحدث التقرير الأخير لفريق الخبراء أثرا واضحا في تعامل المجتمع الدولي مع الملف اليمني؟ وهل تتناسب ردود الأفعال المعلنة حتى الآن مع حجم الأخطار الواردة في هذا التقرير؟ قبل النقاش مشاهدينا نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. فرصة التحالف الضايعة في اليمن، تكمن هذه الفرصة بنظر فريق خبراء دولي في الأحداث التي جرت في ديسمبر من العام الماضي وانتهت بمقتل المخلوع صالح على يد ميليشيا الحوثي، مما أدى إلى انهيار تحالف الانقلاب. يشير تقرير فريق الخبراء المعني باليمن إلى أن هذا الانهيار بين طرفي الانقلاب في صنعاء مثل فرصة أمام التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية لاستعادة الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحوثي. هذه الفرصة بتأكيد التقرير الأممي كانت سانحة لهزيمة الحوثي وما زالت سانحة، لكنها لن تستمر كذلك إذا ما استمرت فترة أطول، وفي ذات الوقت لن تعود كافية لإنهاء الحرب. بحسب التقرير المرفوع لمجلس الأمن، فإن التحالف العربي اتجه بعيدا عن مهمته، وأضحت قوات التحالف وخصوصا تلك التي تدعمها الإمارات تحديا للحكومة الشرعية، حيث أكد التقرير أن قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية وكتائب أبي العباس قوات تعمل بالوكالة لصالح الإمارات وتسعى لتحقيق أهداف خاصة بالتحالف العربي. وفي الوقت الذي يعمل الحوثيون على تشديد قبضتهم على صنعاء وجزء كبير من محافظات الشمال، فإن التحالف كما يقول التقرير قام بإضعاف حكومة الرئيس هادي من خلال الانشقاق الذي تسبب به المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. ورغم أن أخطاء التحالف أضحت مرصودة في تقرير أممي يتبع مجلس الأمن، إلا أن السعودية التي تقود التحالف لا تبدو بتقدير مراقبين آبهة بإصلاح أخطاء التحالف. فبالتزامن مع التقرير الأممي قدمت بريطانيا مقترحا لمجلس الأمن يشيد بدور السعودية والإمارات في اليمن، وهو الدور الذي ساهم بجعل اليمن منقسما وأكثر تشظيا. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان. سيادة اللواء مساء الخير. إذن يبدو أن الاتصال باللواء قبيبان لم يجهز حتى اللحظة، سينضم إلينا من مسقط الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور مساء الخير. مساء الخيرات، مرحبا بكم جميعا. اهلا بك دكتور، يعني لعلك اطلعت على تقرير لجنه الخبراء الدوليين التابع للامم المتحده. في البدايه هل لك من تعليق على ما ورد في هذا التقرير؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التقرير طال انتظاره ومؤخرا قد خرج الى العلن. نعم. بعد فتره من الزمن ليست قصيره. التقرير في حد ذاته يعني قيمته تكمن في أنه أولا صادر عن لجنة خبراء بتكليف من مجلس الأمن، فهذه الطبيعة كونه يعني يصدر عن منظمة دولية بحجم الأمم المتحدة هذا يعطي قيمة أخلاقية وقيمة موضوعية. التقرير يعد وثيقة تاريخية علمية محايدة إلى حد كبير، يمكن أن يستفيد منها الباحثون وأجهزة التفكير
والمنظمات غير الحكومية في تعاملاتها الإنسانية وغيرها. ولكن على المستوى المحتوى التقرير لم يأتي بجديد، يعني كل المعطيات التي ذكرها التقرير والنتائج التي خلص إليها هي معلومة لدى اللاعبين السياسيين ولدى المتابعين. فالتقرير كما قلت له قيمة علمية، له قيمة تاريخية وأخلاقية، يمكن أن يستفيد منها يعني البعيدون عن الأزمة اليمنية إلى حد كبير، أما اللاعبون السياسيون الفاعلون السياسيون في الميدان فهم يعلمون ما ورد في التقرير وأكثر من ذلك. وبالتالي ما أحسب أنه سيترتب على هذا التغيير تحولات جذرية في مسارات الأزمة اليمنية لجهة تعاطي اللاعبين الإقليميين واللاعبين المحليين معها. نعم، يعني دكتور بشكل عام هو سيحدث تأثير بصورة معينة على تعامل المجتمع الدولي مع القضية اليمنية. أخي الكريم، المجتمع الدولي إذا كنا نقصد به الأمم المتحدة، فالأمم المتحدة لا تملك الكثير من الأوراق في الأزمة اليمنية. صحيح أن هناك مبادرات سياسية وهناك جهود تبذل وهناك مبعوث أممي يتغير بين الحين والآخر، ولكن هذا كله لم يفضي إلى شيء. أنا أتحدث عن اللاعبين يعني الرئيسيين في الأزمة. نتكلم عن المملكة العربية السعودية، نتكلم عن الإمارات، عن إيران، عن الولايات المتحدة. هؤلاء هم الفاعلون السياسيون المؤثرون في الأزمة اليمنية. أما الأمم المتحدة فلا تملك كثير من الأوراق، ولكن كما قلت يعني هذا لا ينفي عن التقرير أهميته الأخلاقية والعلمية والتاريخية. يبقى هو وثيقة ويبقى هو حجة نظرية يمكن الاحتجاج بها ويمكن استخدامها ربما في تمرير بعض المشاريع الإنسانية والسياسية. نعم، إذن دكتور تكرم بالبقاء معنا. سنعود لضيفنا الآخر من الرياض، الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان. سيادة اللواء مساء الخير. يا اهلا وسهلا، مساء النور عليك سادة المشاهدين. اهلا بك سيادة اللواء، يعني في البداية ما تعليقك على ما ورد في تقرير لجنة الخبراء وما أهميته من وجهة نظرك؟ خليني اقول لك، اعطيك رأيي عن التقرير، ويعني ما هو مفروض ان يحتوي هذا التقرير، لانه هو من الأهمية بالمكان بصراحة. يطلع التقرير خاصة أن في هنالك يعني مبعوث جديد من الأمم المتحدة يمثل الأمين العام للأمم المتحدة. نعم. فكان من الضرورة إنه التقرير هذا يستند إلى مرجعيات أساسية، بمعنى إنه التقرير كتب عن كامل الصورة، عن كافة الأحداث. نعم. نقد من نقد، مدح من مدح، لم يدع أحدا تحدث بتفاصيل، ولكن هذا لا ينفع العملية سواء السياسية أو العملية بشكل عام لليمن. نعم. والسبب ليش؟ لأنه أعتقد أنه الخمسة الأشخاص اللي كتبوا التقرير ولهم عام تقريبا وهم يكتبون هذا التقرير كانوا يحاولون إرضاء جميع الأطراف، بما فيها أنه لم نظلم التحالف، لم نظلم الانقلابيين، كذلك لم يعني نترك القوى الإقليمية الداعمة. هذا لا أعتقد أن هنالك فيه احترافية بمفهوم التقرير الذي يجب أن يستند إلى مرجعيات مسبقة، هذا أولا. ولكن من ضمن التقرير هو طبعا حضرتك عارف أنه يعني تقريبا من 300 وشوي صفحة، وعدد الصفحات المترجمة في شيء بسيط. ولكن لم يستند التقرير أيضا إلى لماذا وصل اليمن بهذا الحال، يعني في ظل أنه حاول يتهم بعض دول التحالف بأنه اليمن سيكون عدة دويلات وإلى آخره. هذه ليست يعني صورة حقيقية يجب أن ينقلها للعالم أجمع، بناء على ذهبت قوات التحالف، لماذا تم يعني القيام بعمليات عسكرية وإلى آخره. فأنا أعتقد بصورة عامة التقرير لم يرتقي إلى صورة حقيقية لتفعيل أو خلينا نقول للمضي قدما للعملية السلمية، هذا بصورة عامة. نعم، لكن في مسألة التمزيق التي تحدثت عنها يعني سيادة اللواء، هو لربما استند إلى وقائع حاصلة على الأرض. أنا ما أقول لك أنه لم يستند على وقائع، ولكن فيها إجحاف، بمعنى أنه أي قوة عسكرية من المفهوم العسكري، أنا رجل عسكري وأعرف الأمور دي، عندما يتم دعم قوة أو دول أخرى عسكريا ما كيف تتم العملية العسكرية، خاصة أنه يعني
في نوعا من ليس من الكسل أو نوعا من التباطؤ من قوات الجيش الوطني أو المقاومة، لا والله، ولكن نحن نتذكر يجب أن لا ننسى بأنه الجيش اختطف والآليات العسكرية اختطفت والخبرات ذهبت إلى صالح وإلى الانقلابيين، فكان لابد من على دول التحالف أن تلعب دور أقوى ولا يكون فيها نوع من الحدية، بمعنى صح ما يصلح أنك تقول لي والله سير مستر نايس، الآن إحنا في عمليات عسكرية يجب أن تؤدي العمليات حتى لو كان فيها ضرر للمحليين، والغرض منها يعني الأمن. وتذكر حضرتك وأنت متابع معنا من بداية الأزمة بأنه كان هنالك عمليات عسكرية خاصة في عدن، عفوا عمليات إرهابية في عدن، أكثر من المناطق التي يستحوذ عليها الحوثيين والانقلابيين. فكان لابد أن تكون دول التحالف بعمليات صارمة وإجراءات قوية، حتى وإن كان هذا يؤدي بعض خلينا نقول القوى السياسية أو الجهات التي يعني ترى أن هذا مقلق لهم، ولكن بصورة عامة هذا ما كان يجب أن يتطرق له التقرير ويوضح بأنه هذه القوى العسكرية، وعلى فكرة من ضمن المجموعة التي كتبت التقرير هنالك عسكريين يعملون بالأمم المتحدة، وهذا ما كنت أرجو أن ينقل الصورة بصورة واضحة لماذا هذا الذي يحصل في اليمن وخاصة في عدن، الحزام الأمني، هنالك قوى عسكرية تحاول هيمنة وتفرض هيمنة وسيطرة، وقرأها الآخرين قراءة لا يجب أن تقرأ. وناقشنا مع حضرتك وكذا يعني قناة من التلفزيونات في هذا الموضوع بالذات، وعامة التقرير لا يفيد في بناء آراء وبناء قرارات مستقبلية للأزمة اليمنية، بمعنى صح قدم للمبعوث القادم التقرير وقيل له اختر ما تختار وهذه صورة كاملة. وأنا أعتقد أنه راح يواجه السيد توماس إذا أتى على سدة العمل، فأتمنى أنه يعني حالفه التوفيق وأن يعيد صياغة قراءة التقرير بصورة واقعية بناء على القرارات الأممية. نعم، أيضا سيادة اللواء يعني فيما يخص التحالف في هذا التقرير هناك يعني تضمن التقرير إشارات لدور التحالف وأيضا اتهام مباشر بالتسبب في إطالة أمد الحرب في اليمن. هذا اللي أقوله لك، نحن لما نتحدث على تقارير ويكون من ضمنها تقارير عسكرية، لا يكتب تقرير عسكري إلا رجل ميداني بري ليس حتى مساند، بمعنى أنه لا يكون اشتغل في إمداد ولا اشتغل في، لا يجب أن يكتب تقرير رجل عملياتي ويوضح الصورة طول الأمد. طول أمد الصراع تحدثنا كثيرا القوى الميليشياوية والغير نظامية كيفية التعامل معها، السلاح وإمداد الجيش الوطني والمقاومة بسلاح قد يخرج من أيديهم بأي سبب من الأسباب ويستحوذ عليه الانقلابي ويصبح خطر يهدد الأمن الوطني أو الأمن القومي للدول المجاورة. أيضا كذلك يعني تحاشي أو تفادي العمل العسكري كما حصل في الموصل، بمعنى الانتصار المر، هذه أمور لا يكتبها إلا ضابط فاهم ما معنى العمل الميداني وما هي المفاهيم الأساسية للحرب. لذلك هذا ما كنت أنا أتمنى أنه يكون أحد أعضاء اللجنة ضابط. نعم. إذن وضحت الصورة سيادة اللواء، أشكرك جزيلا. الخبير العسكري اللواء محمد القبيبان كنت معنا من الرياض. أعود لضيفنا الآخر من مسقط الدكتور عبد الله الغيلاني. يعني دكتور، اليوم كان هناك تصريح للسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أكدت فيه أن ما ورد في التقرير أثبت أن إيران يعني تخرق القرارات الدولية وتدعم الميليشيا بالأسلحة. هل يفهم أن هذا هو حدود الموقف الأمريكي من الحرب في اليمن؟
هذا صحيح، ولكن الصحيح أيضا أن التقرير تناول أبعاد وجوانب أخرى. الكريم، التقرير لا يفترض فيه أن يكون وثيقة أدبية، هذا ليس ديباجي وليس وثيقة أدبية، هذا تقرير علمي موضوعي يفترض أنه يقوم بمهمة التوصيف، توصيف الواقع على الأرض، الوقايع على الأرض. وأحسب أن التقرير قد نجح كثيرا في هذا المسعى، إذ أنه بالفعل وصف الواقع على الأرض. أهم الاستنتاجات التي وصل إليها التقرير كالتالي: أولا، اليمن لم يعد دولة. لم يعد اليمن اليوم، يعني افتقد صفة الدولة بالمعنى العلمي السياسي المتعارف عليه، صار أرضا ممزقة، هناك احتراب، هناك اضطراب، هناك فوضى، وهذا استنتاج صحيح. أيضا تحدث عن البعد الإقليمي للأزمة اليمنية، تكلم عن استمرار الحوثيين في إمطار يعني سماء المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية، وهذا يحول الأزمة إلى أزمة إقليمية، وهذا صحيح. تحدث أيضا عن الفصائل المتناحرة في اليمن، وهذا صحيح. اليوم أنت إذا نظرت إلى اليمن تجد أن هناك مجموعة مسلحة سطت على السلطة بليل، وهي اليوم تسيطر على أجزاء مقدرة من اليمن من صعدة وصولا إلى تخوم تعز وأجزاء من الساحل الغربي الحديدة تحديدا. هناك حكومة شرعية لها تواجد عبر الجيش الوطني، ولكن هذا الجيش معاق. هذا الجيش رغم أنه في أعداده، في روحه القتالية، في تكوينه العقائدي والوطني، أنا أحسب أنه قادر على حزم المسألة ربما خلال بضعة أشهر، ولكن هذا الجيش يعاني من فقر وعجز في التسليح والتدريب والمعلومات الاستخبارية، جنود لا يستلمون رواتب لأشهر طويلة جدا، فأنى لهم أن يقوموا بهذه المهمة القتالية وهم يعني معاقين على المستوى الفني. ولكنهم في الحقيقة شباب يعني قادرين على حزم المعركة مع الحوثيين. من المتسبب في هذا الوضع؟ التحالف. التقرير أيضا تحدث عن مآلات الأزمة اليمنية بعد غياب صالح عن المشهد اليمني، وتحدث عن يعني ما الذي يمكن أن تؤول إليها القوة التي كان يتحكم فيها صالح، القوة العسكرية والمقدرات المالية وإلى آخره، وصل إلى نتيجة مفادها أن هذا لن يغير من الأمر شيء. إذن على المستوى التوصيفي التقرير أتى لكن إلى حد كبير. نعم، لكن دكتور، ضيفنا الآخر اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري السعودي يقول أن التقرير يعني حاول أن يرضي الجميع وأيضا يدين الجميع دون الرجوع إلى المرجعيات وتحديد جذر المشكلة. أنا أتصور يعني كما قلت أن التقرير على المستوى الحيادي والتوصيفي تقرير مرضي إلى حد كبير، ولكن على مستوى المضمون هو لم يضف شيئا إلى اللاعبين السياسيين أو الفاعلين السياسيين، ربما تستفيد منه جهات أخرى أكاديمية وفكرية وربما إنسانية. ولكن توصيفه صحيح، يعني الآن يعني يعني عودة إلى نقطة إيران وما يعني صدر عن السفيرة الأمريكية، صحيح أن إيران هي الداعم الرئيسي للحوثيين وهي التي تدعمهم بسلاح، ولولا هذا الحبل السري الممتد من طهران إلى صنعاء ربما لم استطاع الحوثيون أن يصمدوا كل هذه السنوات. ولكن في المقابل اللاعبون الآخرون، الفاعلون الآخرون على رأسهم التحالف، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، هل هم جادون؟ نحن نتحدث الآن بعد مضي 3 سنوات من يعني شروع في عاصفة الحزم التي استبشر بها الجميع وهلل لها الجميع ووافق عليها الجميع، اليوم يتضح لنا أن التحالف قد دخل اليمن بأجندة أخرى غير أجندة التحرير، وهذه المعضلة، هذه المشكلة الحقيقية اليوم في اليمن. أنا أقول اليمنيون لا يحتاجون إلى قوات من الخارج، يحتاجون إلى دعم وإلى تسليح وإلى تمويل للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد أن اندمجت في الجيش الوطني. هؤلاء قادرون على حسم المعركة مع الحوثيين، ولكنهم يحتاجون إلى دعم يعني أو إلى دعم وإسناد حقيقيين. التحالف لا يقوم بهذه المهمة، وإنما هناك للأسف أن هناك مشروع آخر يتكون على الأرض اليمنية في المحافظات الشرقية والجنوبية. نعم، إذن سأكمل معك دكتور، لكن سأشرك معنا في النقاش، سينضم إلينا ماجد المذحجي. السيد ماجد المذحجي، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد ماجد. يعني كيف يمكن للحكومة الشرعية الاستفادة من تقرير لجنة الخبراء الدوليين؟
مرحبا بك. بداية وضيفك الكرام، يعني بتقديري واحد من أقل الأطراف القدرة على الاستفادة من التقرير هي الحكومة، بسبب أولا جملة الحديث التي قام عليها التقرير في الأخير وأفصح بشكل عميق عن ضعف حضور الدولة اليمنية دور حكومة الشرعية في مناطقها، وأشار إلى طبيعة كيف قوضت الأرض التي يمكن أن تنهض عليها. يعني أوكي، هو يؤكد الجملة الالتهاب السياسي للحكومة فيما يخص الحوثيين، وهذا ليس شيء جديد فيما يخص علاقتهم بإيران، فيما يخص موضوع التمول، في موضوع دور بعض الأطراف الإقليمية الموجودة في اليمن تحديدا الإمارات أو غيره، لكنه لا يخلق يعني أداة سياسية فارغة. أنا أؤكد على مقال الزميل عبد الله يعني مسقط، والذي أشار إلى أنه لم يأتي بجديد بالتخريب، هو أكد ما نحن ندركه جميعا. نعم، حوله إلى حقائق، إلى أدلة، وبالتالي يصبح مرجع للتثبت. نعم، من أي طرف يريد يثبت حقيقة ما في 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 الجذر السياسي الموجود الآن في اليمن. نعم سيد مجد، لكن يعني البعض يرى أن التقرير يعني جاء لأن يدين الجميع ويرضي الجميع، يعني هل ستلجأ بعض الأطراف إلى التغيير من تعاملها بعد ما أصبحت مفضوحة تحركاتها أمام المجتمع الدولي؟ هو شوف، اللافت في الامر انه جعل ما ايوه دحين هو ليس اللي يرضي الجميع، هو ثبت حقيقه كارثيه في كل دور كل الاطراف في اليمن، وثبت هذه الحقيقه، وبالتالي لا استرضاء هنا، هو سمى بالاشياء فعليا، سمى نتائج الممارسه القائمه لكل الاطراف النشطه في اليمن، كل الاطراف الاقليميه المحليه، فبالتالي هو هذه ليست جمله استرضاء قد ما هي جمله ادانه لكل الشغل الفاعلين في اليمن. ما هل سيخلق فرق؟ يعني هو يمنح حقيقة أو يمنح إثبات أو برهان لدى أي طرف الآن في مواجهة الآخر حول مسؤوليته المباشرة. نعم. وبالتالي قد يؤدي إلى خلق أشكال متعددة من الضغط السياسي، أيضا الضغط الإعلامي بشكل من أشكال اللوبيات في مواجهة أداء الأطراف المختلفة، لأنه لدينا في الأخير مرجع حاسم يحدد المسؤولية ونتائج هذه المسؤولية على الأرض في اليمن، هو تقرير لجنة الخبراء. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا المحلل السياسي ماجد المدحجي، كنت معنا من القاهرة. أعود بسؤال أخير لضيفي الآخر الباحث السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني. يعني دكتور، اليوم كان هناك يعني مقترح بريطاني بالإشادة بالسعودية والإمارات، هل يمكن القول أنه يمكن الدفاع أو رد ما ذكر في التقرير بخصوص ورودهما في اليمن؟ يعني خصوص الدور في اليمن للسعودية والإمارات. نعم، أنا يبدو لي أن بريطانيا ربما تدرك، بل اليقين أنها تدرك الحقائق على الأرض، ولكن لأنها تقود الآن يعني المشروع السياسي على المستوى الأممي، فلعلها تريد أن يعني تفتح مسارات مع السعودية ومع الإمارات، وإلا فإنها تدرك يعني حقائق الأزمة اليمنية على الأرض، وتدرك أن التحالف العربي الممثل اليوم حصرا في المملكة العربية السعودية والإمارات قد تحول بعد 3 سنوات إلى جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. فما لم يغير التحالف مقارباته ويغير أجندته ويغير يعني طرائق التعامل مع الأزمة اليمنية، فأنا أحسب أن هذا الاضطراب وهذا الانهيار في الأزمة اليمنية سوف يستمر. هما الإمارات والسعودية فاعلان رئيسيان في هذه الأزمة. أخلص أيضا إلى أن يعني هناك يعني ربما البعض يحاول أن يقلل من أهمية التقرير. أنا كما قلت أخلص إلى أن التقرير يعد إضافة توثيقية على المستوى التوثيقي له قيمة، وخاصة أنه صادر عن المنظمة الدولية، ولكن يعني على المستوى الجوهري على المستوى المحتوى لعله لا يضيف كثيرا، ولكنه لا شك أنه وثيقة تاريخية توثق يعني الأحداث في اليمن. أما كونه قد أدان بعض الأطراف فطبيعي، من يستحق الإدانة فليدن، ومن يستحق الإشادة فليشد يعني يعني دوره أو أدائه في اليمن. نعم، بل وأن هناك يعني بعض الأطراف التي كان يتم التحاشي لذكرها في تقارير سابقة، اليوم يعني باتت الأمور واضحة والتحركات يعني باتت مكشوفة أمام المجتمع الدولي. نعم، هذا صحيح، وبالتالي الإكثار من هكذا تقارير إلى حد ما يعني فيها شيء من يعني المدح العلمية والموضوعية المحايدة. أنا أتصور الإكثار من هكذا تقارير يعني يشكل تعضيدا
للحقائق على الأرض والتي يدركها يعني الناس جميعا، خاصة يعني المهتمون والمتابعون والراصدون لهذه الأزمة. ولكن تبقى مفاتيح الحل، أنا في تقديري تبقى مفاتيح الحل هي بيد اللاعبين الإقليميين، تحديدا المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة، إيران، وبدرجة أقل ربما الإمارات وسلطنة عمان. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الباحث السياسي والأكاديمي دكتور عبد الله الغيلاني، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام الحلقة، أشكر أيضا ضيوفي، كان معنا المحلل السياسي ماجد المذحجي من القاهرة، وشكر أيضا للخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان، كان معنا من العاصمة السعودية الرياض. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.